في اوضه هناك وفي كابلز وبتاع، عايز ابوظ عليهم القعده، عايز اقعد اصورهم كده ويحس ان انا شخص غريب، او احس ان هم مترقبين. هم مترقبين فعلا، مفيش برايفسي ان بابليك. اللي فاهمك ان اوروبا وامريكا فيها برايفسي وبتاع، انسى يا بت. لا قلنا ابوسي لامك ما تنزليش في المايه، انا همشي اسيبك، همشي اهو. بص انا بعيد، بس خلاص انا سبتها في حالها. اعتقد ان مفيش لينك ما بين انا والقطط، اعتقد ان الشيء ده مش موجود، رغم ان انا بحب بموت في القطط. او انا من جوه حاجه، من بره حاجه. من بره حاسس ان انا مسخ. نفسي يا رب واحد فيكم تبقى تمشي بعيد عني. قله الادب دي. في نادي هنا اسمه نادي التنس، في حاجه لاحظتها جميله جدا. استنى اقعد على الكرسي اوريك شكل الكرسي عامل ازاي. تمام. الجو هنا والله جو تشيل. انا لازم اوريكم بجد. ده الفيو ان انا قاعد عليه دلوقتي. في كوبري هناك انا هوريه لكم عشان انا مكسل اقوم. الكوبري هناك ده تمام، هتلاقي الحاجات دي كتير قوي هنا، هتلاقي نوع كباري ده كتير قوي هنا، كلها مدهونه ومتجدده، الشوارع نظيفه مجددينها. بعيدا ان في ناس هنا معفنه بتاكل لب ومبوظه الكرسي، بعيدا عن الشيء ده، ولكن فعلا فعلا هم مهتمين بالمكان هنا جدا. يعني عميد النور كلها نظيفه، السور متجدد. الحته اللي انا فيها دي طلع اسمها جناين شارع محمد علي، بس عرفت الاسم بس عشان ايه؟ عشان ابقى فاهم انا بمشي فين او بعمل ايه بالظبط. في هناك كده في شجره، مش عارف في جزء منها واقع في المايه كده، ما تفهمش بقى هي عطشانه وعايزه تشرب ميه ولا ايه بالظبط. بصراحه جنان يعني الشارع ده جميل جدا جدا، يعني بجد هوا نضيف، فاهم الواحد عارف ياخد نفسه. عندك هنا برضو في لوحه مخفيه كده، مش عارف ليه محطوطه هنا. هو طريقة رسم اللي هي المصرية القديمة كلها كانت 2D، ما كانش فيه بعد تالت. كان دخلت في كورس رسم عايز ارجع ارسم او هرجع هنام عشان كنت انا عايز. في غراب عدى من جنبي كده على طول، يعني كنت سيكا، لو كان كسر يمين سيكا كان جناحه خبط في وشي. المهم للمرة الرابعة تقريبا اوصل مع الدائرة 5-6 مش 5، ونشوف بقى الدنيا ماشية هناك ازاي. دي جنينة برضو لقيتها، انا مش عارف هي تبع مين او بتاعت ايه بالظبط، تقريبا تبع المدرسة البريطانية مثلا. هلاقي ايه؟ انا مش صح اصلا، انا محتاج اشوف التليفون. اوكي الجنينة طلعت، انا فوق كوبري دلوقتي، الجنينة طلعت اكبر مما انا كنت متوقع. هو مش هيبان في الفيديو، بس في ناس سايبه اطباق بلاستيك فيها ميه للغربان. فيري جود، ربنا يبارك لكم. للغربان واكيد القطط اللي تحت، ولكن انا ما شفتش قطه واحده، انا ما شفتش اي حاجه في الجنينه دي كلها. بص كلها غربان وعصافير ثانيه. انا ايه العصفور ده؟ والله عصفور يا جماعه، عصفور ملون لونه ازرق، عصفور ملون لونه ازرق. انا عايز اقرب. عصفور لونه ازرق، بص هو واحد بيطير اهو، في كذا واحد لونه ازرق، بس ما شاء الله لونه جميل جدا جدا يعني. اوكي ما علينا، هدور عليه. عندنا يافطه هنا مكتوب عليها ايه؟ معديه نمره 6، دي اللي احنا عايزين نروحها ان شاء الله. واسماعيليه اكبر مما انا كنت متوقع بصراحه. مركز المحاكاه، فندق مش عارف ايه، فندق توليب. في عربيه عامله حادثه هناك. هنا في واقفه كده هتشوف كل الكلام ده، في نفس الكوبري هناك ده برضو. في هتلاقي ان اصلا المكان اللي كنا فيه بقى شمال هناك كده، ف بسم الله ما شاء الله مكان جميل. في برضو قاعده، مش عارف دي قاعده، دي شكلها مش قاعده بس هي قاعده تقريبا، او هي قاعده ما كملتش، هم كسلوا تقريبا يكملوها، لان في مسامير هنا واحد مش قاعد على المسامير دي، يعني لو يكملوها كده يحطوا عليها خشب او حاجه هتبقى جميلة. والجنينة دي كلها طلعت تبع مبنى هيئة قناة السويس كلها. بص هناك مبنى
او ده هيئه قناه السويس، وكل دي جنينه بسم الله ما شاء الله كبيره يعني بسم الله ما شاء الله تمام. طبعا المبنى دوت مش عارف اذا كان بصراحه مش عارف الواحد لو حب يدخلها يدخلها ازاي ما شاء الله. سبحان الله يا اخي سبحان الله والله سبحان الله سبحان الله. اوكي احنا قربنا على ميعاد نمره زفت. كل ده يعتبر تبع قناه السويس. في هناك حاجه عامله زي جسر بينظم المايه حاجه زي كده مش عارف، بيبقى في شلال صغير كده ما عرفش صور، بس ما شاء الله منظر البحر جميل قوي يعني، ولسه ما وصلناش. الناس هنا بتركن عربيتها على جنب وتطلع كراسي وتقعد هنا كده، بس مفيش كراسي نقعد عليها قشطه يعني، جبنا الكراسي بتاعتنا يعني. فحلو قوي حلو قوي الفكره دي بصراحه. هتلاقي عربيات كتير قوي في النص اللي جنب الرصيف ده على طول بيركنوا يطلعوا كراسي. في منهم اللي بيطلع بقى ترابيزه ومشاريب ومش عارف ايه. في كذا فندق في نفس الحته دي، في هناك واحد بعيد خالص في دوت لاج جالري جالري مش عارف مش ممتد من هناك لحد هنا خالص شايفين صباعي بس. طب ما شاء الله مساحه طويله يعني، طبعا في الكورنيش على ما اعتقد يعني، انا دي بتمشى وخلاص يعني. في كذا نادي في نفس المنطقه هنا. الجنان اللي على شمالي فيها زباله على الجنب يعني، يعني مش مليانه زباله يعني، مش محشيه زباله بس فيها زباله. اكشلي في قدام سكوترز لو الشماغ صح، لو اقدر اجر سكوتر من دول واجري بيه. جامد فشخ. ايه مهندوس؟ صح صح كده؟ ايوه. وبعد كده بتقص على الصين. بص انا هعمل ايه بس؟ استنى اجرب كده. بسرعة يا باشا. هعمل ايه؟ كاميرا في الجيب دي لا. بص كاميرا ايه؟ الجيب هتجيب دي وفي. ايه يا عبقري؟ دي يا باشا. يا نهار ابيض انت سامعين حاجة مش عارف والله ما عارف. بس انا عبقرية فزة فشخ. وصلت بس عايز اطلع بالايه؟ السكوتر فوق عشان اوريك الفيو فين المطاعم فين الحاجة. مش شايف اي حاجة خالص. في اكشلي كافيه هنا، في ناس بتعمل قهوة، بس انا نفسي مش مودع على القهوه دلوقتي خالص. حبيب قلبي ربنا يسعدك. هو مفيش كافيهات هنا وبتاع ولا ايه؟ ايه؟ قهوه شاي. اظن وقت الاربع. مشيت مسافه حلوه قوي بالسكوتر ومن غير سكوتر الاثنين. عشان انا مش هاكل اتنين. ليه يا عم؟ لا بجد والله بجد والله. لا انا تعرفش ممكن اخد تاكسي منين؟ من هنا كده. استنى هنا كده ماشي تسلم. طب يا جماعه اللي عايز يروح الراجل الطيب ده وتركب من السكوتر وياخد رايد حلوه كده، انا ما طولتش في الرايد هم ربع ساعه كمان كده طبعا كده. اللي عايز يجي له هنا في اسماعيليه قدام الفندق اللي هناك ده اللي هو بتنجانه مش عارف انطق اسمه بصراحه، هتلاقوه قاعد كده هتديك. خدش بطاطي بطاطي. تسلم حبيبي ولا يهمك يا باشا. السلام عليكم.
بس بجد يعني يا جدعان اللي عايز يركب سكوتر يجي هنا بس ما ينساش البطاقه. دورنا على حته نقعد فيها. والله المشكله الوحيده يا جماعه الزباله يا جماعه، يا اهل الخير يا اللي بترموا زباله. الجنينه حلوه والمحافظه والله تحفه، وبدوس على طينه ورجلي اتفشخت. المهم ما تبوظوش يا جماعه المكان بالزباله، حرام حرام. انا اي حاجه باكلها بحاول قد ما اقدر لحد ما الاقي، استنى هقعد على الطوبه دي لحد ما الاقي مكان ارمي فيه الزباله، بفضل احط حاجه في جيبي. صح، جربوا كده يا جدعان يعني، حاولوا. ورثت ورثت التمشيه دي ورثت. حاجه انا بحس بيها بالذنب وانا ماشي على طول ان انا معيش اكل قطط وكلاب دايما 24 ساعه، دايما الذنب ده، دايما احساس الذنب ده. حتى انت عارف هما قاعدين فيها ما فيهاش اكل وشرب، يبقى مستني حد ياكلهم، انت معكش اكل. شكرا يا جماعه انا مشاهدتكم، جه الوقت ان انا اروح البيت اقعد شويه اروح. جود باي. من اتنين تمام، لا عندي خمسه ولا سته، اتنين ولا خمسه سته، هتروح فين؟ صح.